شلونكم اغاتي؟ اليوم جبت لكم فيلم المخرج تعبان بيه وحتى ظهره مكسور. شنو دا يسوي فيلم هذا لو دا يشتغل عماله؟ المهم شي على شي فيلم الا يرعط رعط. ويبدا الفيلم بسنه 2073 ونشوف الناس كثرانه واعدادهم صايره بقد النمل، والتضخم السكاني كبر وزاد عن حده. لهالسبب قاموا يضاعفون كميات المي والكهرباء اللي كانوا يستخدموها لاربع اضعاف، والوقود هم ضاعفوه ما ادري كم ضعف، بس كل هالحلول ما جابت نتيجه. كانت الاعداد يوم بعد يوم تزيد اكثر واكثر، والاحصائيات تقول كل اربع ايام ينولد مليون شخص. الخبراء توقعوا بنهايه السنه راح يوصل عدد السكان ال 10 مليار، وهاي اكبر ازمه يواجهوها بتاريخ البشريه. ومن وراء هاي الاعداد الضخمه اغلب البحيرات جفت وصارن صحاري قاحله، الزرع خلاص والاتربه انتشرت ونقص التغذيه بكل مكان، ومن الجوع الناس مجطله بالشارع. يبدون العلماء يدرون على حلول، فقاموا يزرعون ويعدلون عليها جينيا حتى يوفرون اغذيه اكثر ويقللون من هاي الازمه، بس جابت لهم مشاكل وداخت راس وسوت للبشر طفرات جينيه. فلهالسبب تركوا هذا الحل العاوي. كل هالحكي والاعداد مستمره، ناس تخلف والعشا خباز ما ادري شكوش عندهم. ايش بيكم ما تقولوا لي متوازين رحمه لاهلكم. المهم بهاللحظه نشوف الناشطه السياسيه وعالم حفظ الاحياء الدكتوره نيكولات كايمن لام المسؤولين باجتماع طارئ وتقول لهم ترى مو حكي هذا، ايش بيكم رحمه لامكم؟ انشلبتوا على الخلفه؟ كل واحد مخلف لي 6 و7 عدنا، تلحقون على الدوخه وجيب حليب وودي حفاضات، احنا لازم نفرض على الكل يخلفون شخص واحد من كل عائله، حتى التعداد السكاني يقل ويحافظ على استقراره. فعلا الدوله تفعل هالقانون، والدكتوره نيكولات كايمن سوت لها شركه خاصه اسمها كريو بنك، وبهالشركه يطبق بها القانون، واذا لفوا اكثر من واحد بالعائله يجبدوه باله التجميد لحد ما الله يفرجها، يعني حتى ما يصرف اكل ووقود ومن هالدوخه. الدوله تفعل نظام شريط تعريف لكل شخص، حتى الكل يطبق عليها القانون. الصحافه تقول هذا مو حل، بس اللي بنسويه راح يوفر لنا وقت. عد لما نحل هاي الازمه نرجع نفك التجميد من جديد. وكل هذا يا صديق المشاهد الصاك والجميل كان مقدم الفيلم اسمه ماذا حدث بيوم الاثنين. يبدا الفيلم ونشوف واحد اسمه سيتمان، الدكتور يقول له مبروك، بنتك خلف السبع توائم بنات وماتت. سيتمان ينقهر على بنته وبنفس الوقت يحسب الف حساب لهذن التوائم، ويوصي الدكتور انه يخلي الموضوع سري، ويقرر يسمي حفيداته على ايام الاسبوع، ويدور له على فتحيله يختلهم من عيون الناس. وتمر 30 سنه خلصوها بالتختل والكلاوات، ونشوف يوم الاحد كبرانه وصايره بقد الهايشه، وتكون لازم سرها حالها حال العبريه عمود تحدد هويتها، بس بشكل رسمي هويتها تقرب اسم كارين سيتمان وهي الوحيده للعائله. يعرضون فيديوهات توعويه لبنيه جايه بشكل مو قانوني وهم مجمديها، هي وجهها صافر من الخوف. تقدر تدخل بشكل رسمي وتشوف لافتات مكتوبه انه كل ما قل عدد السكان كل ما كان العالم بخير وسلامه، بطريقه تشوف العوائل المخلفه اكثر من واحد والحكومه اللي تاخذهم غصبا عنهم ويودوهم للتجميد. تروح الواحد يبيع جراذيع على الفحم تشتري منه واحد، يفحصها ويعرف بيها الوحيده للعائله يلا يبيع لها. الله يطيح حظكم، هو جريدي ايش ماخذين من عندكم؟ المهم تكمل طريقها وتصعد شقتها، ومسؤول الشقه يقول لها صخام صخمج، البارحه مو كنتي مكثره بالشرب؟ اشو هسه كل عرج ما بي جايتني مثل الحصان. هي تبتسم وتكمل طريقها للشقه وتصعد بالمصعد، ومن خلال بصمه عينها تقدر تدخل شقتها. تدخل جوا تبدي تشيل بالمكياج وهي لابخه وجهها لابخ وكيل وين مكياج حاطه. المهم لما تكمل تحضر الاكل لخواتها، تشوف اختها اللي كان عليها الدور البارحه تقول لها الله يسخم وجهك، وليك ليش مكثره بالشرب البارحه؟ وليك مريد اغلاط، لا تسببي لنا مشكله. يوم الاحد تحكي لخواتها عن الاحداث اللي صارت وياها، وتقول لهم احنا هنا كنا بشخصيه واحده اللي هي كارين سيتمان، باكر الترقيه مالتها بالوظيفه، شدوا حيلكم لازم نتناوب بالادوار، ما اريد يصير اي خطا. نرجع لورا ونشوف جدهم سيتمان يقول لهم بناتي سمعن لكل الزين، انتم كل ما تكونون سوى كل ما تكونون اقوى. يخليهن يحل المساله على ورقه على مود يشوف المهاره اللي تجمعهن، ويسوي لهن غرفه سريه بداخل الشقه حتى ما حد يعرف بقصتهن. يبدي يدربهن شلون يختلن بسرعه اذا احد دخل لهم فجاه، يلمهن كلهن ويقول لهم باكر يوم كل مهم، باكر حتبلش المدرسه، واريدكم كل وحده تداوم على اسمها، يعني حسب ايام الاسبوع، الاحد تطلع بيوم الاحد، والثنين تطلع بيوم الاثنين، وهكذا، لازم تكونون مشابهين بكل شيء حتى ما ننفضح، اما هنا بداخل الشقه اذا تريدون ابقوا على طبيعتكم ما عندي مشكله، تريدون ترقصون تصخمون شو تسوون سووا، بس برا انا على الوالده اللي تتصرف بكيفها، كلكم راح تكونون بهويه واحده اللي اسمها كارين سيتمان، على اسم امكم، ممنوع اي احد يطلع برا بيوم ويومه، حتى ما تصير شخصيتين برا وننفضح. خرب هيك عيشه جايفه، ايش هالحرب النفسيه هاي؟ لا رايح مسلمهن للدوله ولا هالطيحان الحظ. المهم يبدي يعلمهن انه ما يثقن باحد ويقول له الا بهالسر، يسوي لهن سوار تعريف لكل وحده منهن بنفس الشخصيه، ويقول اليوم الخميس باكر خميس حاضري نفسك. فعلا ثاني يوم ياخذها للمدرسه وتشوف هوسه الناس عبالك بسوق الغزل، وهي تبقى مستغربه، تلبس سوار التعريفي وتمشي الامور تمام، ولما يوصلون باب المدرسه يقول لها مو توصيها، انت كارين سيتمان الوحيده للعائله، وبالليل يجمعهن كلهن يقول لهن اجتماع نهايه اليوم اهم اجتماع بالنسبة.
بالنسبة لنا، لأنه هذا الاجتماع لازم كل شيء نسمع عن التفاصيل اللي صارت حتى ما تصير أخطاء، يعرض لهم التسجيل اللي صار حتى ما حد يغلط بتفاصيل اليوم، ولما نرجع للحاضر نشوفهم على نفس الحطة حتى اللي يصير سراها ما تتخربط عليها الأحداث. يوم الخميس تقول لهم وش هاللعبان النفس هذا، ترى طقت أرواحنا، صار لنا 30 سنة على هالحطة، خلينا نسلم نفسنا وخرب هيك عيشة جايفة. عندنا أحلام وطموحات ما نقدر نسويها لأنه لازم نكون بشخصية كارين سيتما. يوم الثانية تقول لها دمشي ليش أنت أقوى طموح عندك تنامين، وكانت يوم الخميس أكثر وحدة كارها الوضعية، وتتذكر لما كان الدور على يوم الثلاثاء وهي يومها يتأخر فالضوج وتطلع من الشباك، ترجع لهم يوم الثلاثاء وتكون يوم الخميس لسه ما رجعت. جدهم يقول لهم هاي بنت النعال ما شفتوها وين ولت، شلون تطلع بيوم مو يومها؟ بهاللحظة تندق الباب وكلهم يقتلون، هو يروح ركض يطلع المسدس، يفتح الباب ويلقاها هي، يعرف بيها واقعة لما كانت تلعب وأصبعها طاير، يلم البنات كلهن يقول لهن يلا حبيباتي جيبن ايتشن، يحمل قامة يعقمها بالنار ويقرر يقص أصابعهن كلهن حتى ما يكون أي خلاف بينهن، يخلي يوم الثنين أول وحدة لأن هي أشرس وحدة بيهن حتى تكون قدوة لخواتها. يوم الخميس تبقى تتذكر إنه هي كانت بسبب هاي الدقة الناقصة، ولما يصير الدور على يوم الثنين تكون مريضة. ويا عزيز المشاهد الجميل واللي تشوك شكتين، أريدك تركز كل الزين بالأحداث لأنه بيها ربط بالنهاية. المهم بدأت تتمكيج وتلبق بنفسها حتى تطلع شخصية وحدة اللي هي كارين سيتما، ولما تكمل تنزل تسلم على مسؤول المكان وتنزل للشارع، يحللون سوارها وتمشي الأمور طبيعية وما حد يشك بشي. أبو التفتيش يقول لها أكره يوم الثنين لأن الشغل يتعب وتجينا هالشكل الزفرة، تبتسم لها ابتسامة باردة وتعوفها وتولي، تفوت للشركة ولما تدخل المصعد يدخل وياها منافسها اللي يكون اسمه جيري، يقول لها خلينا نشوف من اليوم راح يترقى، أنا لو أنتي سخام الصخامة شنو أنتي مسرع ما تقولي لي، لا تتعبين لا تتمرضين يوميا مداومة مثل الرجل الآلي. ولما تنزل يقول لها دير بالك ترى مراقبك أنا كل الزين. يوم الثنين تقوم تخاف وتحسب ألف حساب الكلامة، تتأخر على البيت وخواتها يضل بالهم عليها وتوقعوا اللزمت. لسوار التعريف بتحديد موقع يبحثون عليها من خلاله بس يطلع مغلق، ويبقى كل من يحلل بكيفه ويقولون أخاف ماتت لازم ندور عليها، إذا طلعت ميتة والشرطة لقت جثتها قبلنا فمعناتها انشطبت هوية كارين سيتما ومعناها احنا كنا متنا. يصير ثاني يوم الصبح والبلوة هاي بعدها ما جاية، فيصير الدور على يوم الثلاثاء تبدل وتسوي نفس مكياجها ويلبسوها نفس الباروكة. يوم الثلاثاء تقول اليوم الخميس أبد ما مرتاحة لهالوضع، تتذكرين لما كنا صغار كان يومي وانت طلعتي كنا أصابعنا راحت من وراك. يدزن يوم الثلاثاء ويقول لها غلس على الوضع، اتعامل بشكل طبيعي وكأنه كل شيء مصايا. فعلا يوم الثلاثاء تنزل ومسؤول المكان يقول لها مين طبيتي مين طلعتي اشو ما شفتش رجعتي البارحة، تثاولها عليها وتبتسم وتطلع، الحراس يفتشوها بس تمشي الأمور وتعدي على خير، وهي بالطريق تدفع النشاط التتبع لخواتها حتى يقدرن يسمع عن كل شيء السمعة ويحكن وياها. يوم الثلاثاء تدخل المكتب الشركة وخواتها يتواصلن وياها ويقول لها ولش يا لغمة عرفوا أي دليل خلينا نشوف هاي العوبة يوم الثنين وين ولت. فعلا تبوق لسان الموظفة تقول لها عذريني أنا دايخة، قولي لي البارحة الصبح وين رحت، تقولي لها ترقيتي ورحتي تحتفلين بنفس النادي اللي كل مرة تروحي له. يوم الثلاثاء تبقى مصدومة وتفتهم إنه هاي يوم الثنين دتليص بكيفها. يوم الثلاثاء وهي دتطلع تشوف جير مراقبها وأبد ما شال عينه عليها، توصل النادي وتقول للمضيف البارحة كنت دايخة فهمين البارحة أنا وين رحت، تقولي لها البارحة تعاركت ويا جيري وطلعتي ضايجة منه، تحشي خواتها وتفهمهم بالسالفة ويتفقن إنه لازم يلقن يوم الثنين قبل لا ينكشفه. وهي تمشي على حب الله وفجأة تلقى سيارة الشرطة بوجهها يقولوا لها تعالي صعدي ويانا، فعلا يصعدوها غصبا عليها ويسدون التتبع وخواتها يفقدن الاتصال وياها، قلبهن يصير بمصارينهن من الخوف ويعرفن بالشغلة علاسه. ياخذون يوم الثلاثاء من إداناتها مثل الطلي ويطببوها بغرفة داخل الشركة الخاصة بالتجميد، وفجأة تلتقي بالدكتورة نيكولات كايمن وترحب بيها، تقول لها والله عافية عليكم قدرتوا تخدعونا كل هالسنوات، جدكم سيتمان فد واحد غبي ما فكر انه رح يجي يوم ونكشف هاي سوالفكم التعبانة، انتو سبع خوات توائم وجدكم سيتمان هو اللي رباكم، ادب سيزية كل هالفترة كنتوا ماخذين الاكل والزقنبوت من حلوق الناس القانونية وكنتوا تسمموها. يوم الثلاثاء تنصدم وبس تحاول تثول الموضوع وتبرر موقفها، جو ينطيها الجهاز يقول لها لزمنا اثنين بعدنا خمسة، الزمون يوم الثلاثاء يريدون يعتقلوها وتقول لهم اغرقكم تغرق بالفلوس بس عوفوني اولي وخرب صفحتي بعد اذا طلعت برا حتى زقنبوت ما اكل بس خلوني برا رحمة لوالديكم، تقول لها ايه سال فيها للدبة. يتغلفن يوم الاثنين ويوم الثلاثاء وبهالحال يبقن بس خمس خوات وجايين السر، البنات هنا يملن من الانتظار وما يعرفن ايش صار بخواتن وكل من ينطق تراح بكيفه، وبهاللحظة وبدون مقدمات يشوفون قوات الخاصة جاية عليهم للشقة يطبون ويعلسون
يحسون مسؤول المكان ويكومون مكانه. يصنون باب الشقة ويطلع جو قالع عين يوم الثلاثاء ويفتح الباب بيها. يصير نفير عام والبنات كلهن يختلن بالغرفة السرية، وهذولا يسللون جوا بكل هدوء. قائدهم رأسا يدوس على دقم الباب السرية بدون ما يدور عليها وكأنه يندلها. يصيرون بوجههم ويقول لهن فحطونا الله يطيح حظكن. طلعن بسرعة لان على الوالدية جن. يطلعن وحدة وحدة ويقول لهن انتن أربعة، الخامسة وينها؟ فجأة تطلع يوم الخميس وراء تهبده وتوقعه. يتلاطشون وياهم داخل الشقة والصيرق عجدورة واحد يرقع بالثاني، ولأنه البنات مدربين وهم صغار قدروا يدافعون عن نفسهم. يوم الخميس تتلوى ويا واحد وقدرة تتعلسه. الخوات يقدرن يحسمن الصراع ويعلسوهم كلهم، بس يتفاجئون بيوم الأحد مضروبة طلقات ببطنها ودتودع وهي بالأنفاس الأخيرة. يوم الخميس تقول لها كنا على الهالدرب يا حبيبة، تقول لهم عافية ما اريد اموت بعدني ما شفت شي من شبابي. فعلا يوم الأحد تودع ويظلن الخوات بحالة صدمة، ويبقين بس أربع خوات على الساحة. نيكولا تشوف الأطفال اللي حابسيهم وتقول بهالقرار رح نرجع العالم للوضع الطبيعي، ألا أجلدهم جلد هالبشرية. جو يقول لهم ويشجل دي منهم هم طايح حظهم، ويقول لها الحد الآن ما بين أي أحد من قواتنا الخاصة اللي راحن على البنات. تقول له إحنا لازم نستر على نفسنا ونعلسهم بالسر، إذا انفضحنا بعد كل قائم ما تقوم منا وبعد ما حد يحترمنا سمعتنا رح تخرب إذا عرفوا أكو خروقات صايرة بهالنظام. وتقول لها سعوف البنات وبلش بجيري لا يروح يطلع يعرف بسالفتنا ويفضحنا. يوم السبت تلقى بجبل قائد عيون أختها اللي فتحوا بها الباب، خراب غير هذا مسويها سويتش حاطها بجيبه. المهم يحللوها بالحاسبة ويعرفون بها عين يوم الثلاثاء، ويقومن يخافا لأن حمت الحديدة، ويبقى بين حانة ومانة لا هن اللي يقدرن يطلعن برا لأنه الحراسة مشددة، ولا يقدرن يبقى بالبيت لأنه يندلون مكانهم. يوم الخميس تقول لهم هاي القوات الخاصة عملها شخصي، هاي أكو واحد دازهم علينا حتى يعلسونه، هذا مو شغل حكومة لأنه لحد الآن ما حد حاصر بيتنا. وباليوم اللي بعده يجي الدور على يوم الأربعاء، وترجع حليمة العادة القديمة ولا يتوبن، هم تقعد قدام المراية وتحدد ملامح وجهها. تجيها أختها تخليها جهاز تتبع ملابسها حتى يسمعن ويشوفن كل شيء. يوم الخميس تقول لها روح البيت جيري بوقي لسانه خلينا نشوف ايش يعرف عنه، وينطوها مسدس تحمي نفسها. فعلا يوم الأربعاء تطلع وتدخل بين الناس بزيها الجديد لحد ما توصل بيت جيري. البنات يكونن شايفات كل شيء لأنه حاطين كاميرا ملابسها. جيري يدخلها جوا وتضم المسدس بظهرها، ويوم الأربعاء تحاول تاخذ منه أي معلومة. جيري يقول لها تنازلي عن الترقية وما قول لأي أحد عن سرك. ترفع المسدس عليها تقول لا تستفزني لا أطشر راسك، ترى روحي صايرة بخشمي من شوكت انت تعرف بهالسر. ومن كلامه يوم الأربعاء تفتهم انه ما يعرف عدا خوات، وانما شاف عقد سري مكتوب بينها وبين الدكتورة نيكولات، وهذا العقد يثبت انه كارين سيتمن حاولت فلوس للدكتورة نيكولات بالسر. ويقول لها لا تخافين عندي نسخة لهالعقد بالحاسبة. واثناء ما تسولف وياه تجي طلقة قناص وتكوم مكانه. خواتها يبقى صافنات مثل الأطرش بالزفة. تلحق تقتل ورا القنفة، وهذا النغل يشد وياها يريد يعلسها. تروح بسرعة لحاسبته وتنقل كل المعلومات اللي تخص هذا العقد لسوارها، تقفل كل الشبابيك حتى تلحق تطفر. بس جو يكون جايب الفرقة العسكرية كلها عبالك ما ادري شكو حتى يقتحمون المكان. ويوم الجمعة الذكية مالتهم من خلال الحاسبة تساعد يوم الأربعاء وتدليها من تطلع. الفرقة تطفر الباب وتدخل للشقة، ويوم الأربعاء تقتل بالحمام. وأول ما واحد منهم يدخل للحمام تهجم عليه وتخنقه. جماعته يسمعون صوتهم ماطل وكلهم يتجهون للحمام. تاخذ سلاحه وكان يشتغل على بصمته، فلهالسبب تقص اصبعه وتلف على اصبعها المقصوص وتلفه بالبلاستر. واول ما يدخلون تطلع تنتظرهم وتصليهم صلي. تطلع لقائد الفصيل مالتهم وتكمل عليه ويوقع من فوق قدام جو، واللي يؤمر باقي الفريق يدخل لها جوا. يوم الجمعه تقول لها اكو حاويه جوا نزلي عليها. ويوم الاربعاء تحول الخوات المعلومات لتخص العقد اللي حصلتها من جيري، وتقمز من فوق على الحاويه بس تطلع فارغه وتتكسر عظامها. يقولوا لها ولش طفري جوش العلاسه. تطفر منهم ويبقون ملاحقيها من مكان لمكان، والشعب يساعدها لانه واحد كان راضي بهذا القانون العاوي. جو يركب سيارته ويلحقها بس يسوي حادث وينجرح، بس السليمه يرجع يلحقها من جديد. تدخل بنص الهوسه وهذول هم يلحقوها وما يعوفوها بحالها. يوم الجمعه توجهها على الطريق وتدخلها بمصنع، وهي تريد تصعدها للسطح حتى ترجعها للشقه، بس فجاه يدق باب حارس الامن الخاص بشركه كريوبان واللي كان دائما يفتشهم. يطلبون من يوم الاربعاء تدبر امورها بما يشوفن هذا سليمة شيري. ينطون هالمهمه اليوم السبت وتفتح له الباب، وحارس الامن اللي يكون اسمه ادريان يقول لها شنو اللي كون مختفيه، ضل بالي عليك شك عليك امورش طيبه وصابغه شعرك وطالع عصاك. تستغرب من كلامه لين بايع ميانه وياها وتقول لها عجبك بالمفاجات. الدخلة جوه وترجع بسرعه لخواتها تقول لهم هيا عم بعد علاقه بهذا، وما حد كان عنده علاقه بيه بس كانوا مجرد يشوفوه بالشارع يفتشهم. يوم الخميس تقول لها روحوا وياه وافتهمي منه منو اللي بين عندها علاقه وياه. يوم الجمعه تنطيها شريحه تخليها بسوارها وتقول لها لما القاعدين يمه قرب سوارك على سواره حتى اقدر اسلل لشركه كريو بينج واشوف كل معلوماتهم السريه. فعلا يوم السبت تطلع ويا ادريان، ويوم الخميس والجمعه يرجعون يتواصلون وياه يوم الاربعاء ويلقوها محصوره حصره الكلب وهي منتظره واحد يدليها على درب الفلته. يدلوها على باب السطح
ناطح ولازم تقمز قمزة مال قرودة عمود تعبر للجهة الثانية. يوم الخميس تقول لها كلهم صاروا وراك، ما عندش غير هذا المكان، لازم تقمزين من هنا. ترجع ورا وأول ما تقمز يطلع لها جو عالطاير يضربها طلقة. خرب عقلك انت جو لو قاطرة. المهم تبقى المسكينة مكلبة ويجيها جو يطش راسها. يوم الخميس والجمعة ينهارن لمن يشوفن اختهم ماتت قدامهم، يشيلون جثتها وجو يأمرهم يودوها للتجميد. يوم الجمعة توصلها البيانات العقد اللي دزتها لها يوم الاربعاء، وتقرأ التفاصيل يشوف مكتوب بالعقد انهم محولين مبلغ ملايين الدولارات، وهاي الفلوس راحت من حسابهم اللي باسم كارين سيتمان الى حساب الدكتورة نيكولوت كايمن، وهاي الفلوس دعم الحملات الانتخابية مقابل ترقية بالوظيفة. والمفاجأة انه العقد واقف على توقيع اللي ما يعرفن اصلا منو اللي مسوي. يوم السبت وهي تفتر بيت ادريان تشوف صورة الوحدة من عندهن، وفعلا قدرت تقرب سوارها على سواره. يوم السبت مباشرة قدرت تخترق النظام وتدخل لشركة كريوبينك، تقلب بالكاميرات مال الشركة وتشوف صورة الوحدة من خواتها. يفرحن ويتوقع عنها يوم الاثنين اللي اول وحدة انخطفت بيهم. ادريان يقول اليوم السبت ام جهالة الغالية، انا هواي دا اشتاق لك، لازم نلتقي بغير يوم، ما يصير نحصر لقاءاتنا كلها بيوم الاثنين. يوم السبت تنصدم وتعرف بيوم الاثنين هي اللي عندها علاقة قوية. ادريان يتوكل الطريقة، ويوم السبت تحكي لخواتها السالفة كلها. يوم الخميس تقول لهم راح نطلع يوم الاثنين، والا نفضح نيكولاتا ونطلع كل خياساتها. بس يكونون وصلوها جماعة جو ويطشرون راسها قدام خواتها. توصل قوات التدخل السريع شقتهم ويحاصرهم من كل مكان ويضربوهم قنابل دخانية. يوم السبت تحاول تاخذ المعلومات اللي تثبت وجودهم، بس يوم الخميس تقول لها ملحق امشي نفلت بريشاتنا. يفلشون الباب الطوارئ ويلحقون يطلعون من الباب الخلفية، ينزلون من الدرج، واول ما تنزل يوم الجمعة ترفع الدرج وترجع للشقة. يوم الخميس تخبل وتبقى تصيح على اختها، بس يوم الجمعة صرت ترجع حتى تلهي جو جماعته. على السريع ترجع للحاسبة وتنقل كل البيانات اللي تثبت وجودهم وتحولها لصور يوم الخميس، وتحول لها كل الأحداث اللي سجلوها واللي صارت وياهم واللي من ضمنها العقد. يوم الخميس تعجز عن تقنيعها، ويوم الجمعة تقول لها صار وقت الوداع يا أختي الكبيرة. وأول ما يطبون جو جماعته تفجر الشقة عليهم وبيكوا بالنقر. يوم الجمعة تموت وجو جماعته يصابون بجروح خفيفة. يوم الخميس تنقهر على أختها وتنهار من البكي. أدريان يوصل للشقة ويشوف جثة صديقته قدامه، يحاول يوصلها بس جماعته ما يخل. وأول ما يصعد حتى يلحقهم تفاجئ يوم الخميس وتهدده، يبقى مصدوم ويقول لها قبل شوية كنت صابغة شعرك أصفر، شو بسرعة قصيتي؟ تقول له بطل سوالفك السخيفة، أنت تعرفني كل الزين، لا تغش من نفسك. يقول لها وحق ربك أول مرة أشوفك، وتفهم إنه هم سبع خوات توم وواحدة تشبلخ. وتقول له صديقتك يوم الاثنين محتجزيها بالشركة اللي جمدوا بها التوائم، لازم نطلعها. أدريان ينصدم ويوافق يساعدها، فياخذ يوم الخميس على أساس هي جثة يوم الجمعة ويسلمها للشركة حتى يجمدوها بشكل سري، عود باعتبار ماكو أي خروقات للقانون. يوم الخميس وهي بداخل الشركة تشوف الموظفين ماخذين طفلة ومدخليها بآلة التجميل، تضربها أبرة نومها. ويوم الخميس بسوارها تصور كل شيء اللي يشوفه، بس فجأة الطفلة جوا تصير تك، وتطلع الآلة عبارة عن محرقة يحاولون هاي الناس الفقرة الرمال. يوم الخميس تنصدم لمن تعرف إن الدكتورة نيكولا تعلس الأطفال زيادة بالسر. جو يفتح جنطة السيارة ويشوف جماعتهم مربطين بداخلها، ويعرف بأدريان دي يساعدهم. وأول ما يريدون يحرقوها يوم الخميس تفرها وتخليها بالمحرقة وتشغلها. يخلصون عليهم هي وأدريان، وتبقى مصدومة إن الدكتورة نيكولا قدرت تضحك عليهم وحرقت كل هالناس البريئة اللي لا منها ولا عليها. ومن خلال الكاميرات اللي شافوهن لمن اخترقوا الشركة قدروا يعرفون رقم غرفة أختهم يوم الاثنين، ولمن يصلون من عينها يعرفون بيها هاي يوم الثلاثاء، نفسها اللي قلعوا عينها وفتحوا بيها باب الشقة. يسألوها على يوم الاثنين اللي نشوفها مبدلة وكاشخة وتتقابل الدكتورة نيكولت، وتقول لها ها شلونش بالقعدة يمنا مرتاحة؟ لا. وتطلع يوم الاثنين تشلبة بتتشلب بعد كل خواتها وسوت اتفاق ويا نيكولت، وهذا الاتفاق انه تدعم حملتها الانتخابية للبرلمان مقابل تسلمها كل خواتها، وهي الوحيدة اللي راح تبقى باسم كارين سيتمان وراح تعيش بالمجتمع بشكل رسمي وطبيعي. وتقول لها شو راح نطيش منصبي بشركة كريو بانك يلوق الهلوجي، بس ديري بالك ترى عفت اختك لسه عايشة، انا مود اخاف ليش نية تلعبين بذيل وتقلبين علي، اخليها هي اللي تنتقم منك. يوم الاثنين توقع عليها العقد وتوافق عليها وهي الممنونة. يوم الخميس تسلب اختها وتاخذ ملابسها وباروكتها وترجع الشخصية كارين سيتمان، وتقول لها راح اروح اعلس هاي الكلبة اللي باعتنا بفلس ونص. يوم الخميس اتفق وياهم ان يوصلون للكاميرات مال الشركة حتى يعرضون الفيديو اللي صورته وتفضحهم قدام الدنيا كلها. أدريان ويوم الثلاثاء يسوون خطة ويطبون المقر الكاميرات. الدكتورة نيكولا توصل المؤتمر والجمهور اللوجي صفقولها. بهالأثناء جو يوصل مقر الكاميرات ويحاصرهم. يدخلون لمكان وأدريان يتلقاهم ويحاول يلهيهم بين ما يوم الثلاثاء تكمل شغلها. وبهالأثناء
يوم الاثنين تدخل للحمام وتتفاجئ تلقى يوم الخميس قدامها، تقول لها الله يطيح حظك يا عرمه، احنا سوينا لك حتى هيك تسوين ويانا هالدق. يوم الاثنين تصير عليها ام الراهي وترفع عليها المسدس وتقول لها اني دا اقيم العداله. يوم الخميس تقول لها انت عباج ذكي وضحكت علينا، تلهيها بالكلام وتتقرب عليها شويه شويه لحد ما تهجم عليها وتمطلها بداخل الحمام. وبعد ما طل قدرت يوم الخميس تفوز بالصراع وتاخذ المسدس وتعلسها، وتكون نيكولا تلم الحضور كلهم وتهمبل عليهم وتقول لهم تحملوا منا الكم سنه راح نخلص من هاي الازمه. بهاللحظه يوم الخميس تطلع بكل هدوء وتدخل المؤتمر الصحفي وتستمع لكلامها ونشوفها نجحت بالانتخابات بعد ما جابت اصوات هوايه. بهالاثناء يوم الثلاثاء قدرت تدخل للكاميرات وتعرض لهم الفيديو قدام الحضور، الجمهور ينصدم ونيكولا يغمى عليها من الصدمه تشوف قدامها يوم الخميس تنزل تخنقها. بهاللحظه تطلع يوم الاثنين بعدها عايشه، واول ما ترفع المسدس راسا جو يعلسها والناس تنثول من الطلقات. ويوم الاثنين تبقى تنزف وتتذكر كلام جدها لما بلش بيها اول وحده وقال لها اريدك تكونين قدوه لخواتك، وتقول اليوم الخميس وصيتي إليش تعتنين باطفالي وما تخلي الدوله تاخذهم. يوم الخميس تنقهر على اختها وفعلا توعدها بهالشيء. بهالاثناء يوم الاثنين تموت وتشتعل صفحتها والدوله تلغي هالقرار العاوي مال كل عائله لها طفل واحد. ونيكولات بالمؤتمر الصحفي تقول لهم هو هذا اللي يسوي زين، انتم مو مال عين واغاتي، مال واحد يلزمكم دق بالنعال على راسكم. يخلص المؤتمر ويلزمون نيكولات ويحكموها بالاعدام ويطلعون كل الاطفال المسجونين جوا ويسدون الشركه فوق راسها. ونشوف اطفال يوم الاثنين حاطيهم بحوض لحد ما يكمل نموهم. يوم الثلاثاء تخلي لها عيون تلزيق وترجع بلاديه وتغير اسمها وتسمي اسمها تيري. صدق لو قال الشاعر انا الغنيت يا طياره تيري، جبن مال حردت مو جبن تيري. المهم وتبقى يوم الخميس محتفظه باسم كارين سيتمان، ويبقى بس اختين من اصل 7 أخوات عاشن وخلصن حياتهم بخير وسلامه لهنا والله. ويخلص الفيلم. الله ياخذك يوم الاثنين على هالدقه الناقصه، كرهت يوم الاثنين من وراك. اي فيلم ببالكم تحبون اسوي لكم عليه ملخص دزوا لي على الفيس او على الانستا. اذا وصلتوا لهنا اشتركوا بالقناه اذا ما مشتركين، وخلوا لايك اذا ما مخلين، واشوفكم بمقطع جديد ومع السلامه. اوهي هي ها هاي شباب، من يعرف الهور الرجبي؟ شنو هاي اكله وصفه زين؟ هو سبلس لا سبلت؟ اللي يعرف يكتب لي جواب التعليقات.